شيخ عبد الله، حبيبي نصيحة بالله. الله يسعدك، الله يجعلني وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسن. من أغضب الصبور؟ من أغضب الحليم؟ من أغضب الرحمة؟ الرحمن غضب، الرحيم غضب. سبحان الله. الحمد لله. أذكر قصة، في يوم من الأيام رحت أسوي كلمة في السجن، بعدين سألتهم قلت لهم إيش الشيء اللي جابني؟ ما بيني وبينكم لا حسب ولا نسب، إيش تتوقعوا؟ قالوا الحب في الله، قلت لهم وارد. قالوا الإيمان، قلت لهم وارد. الأخوة في الله، قلت لهم واردة. قلت لهم اللي جابني بيني وبينكم شيء مشترك هو السجن، بس الفرق انتوا اللي سجنكم المخلوق، انا اللي سجنني الخالق. وسجن المخلوق اخف بكثير من سجن الخالق. سجن المخلوق تاكل بيدك، تشرب بيدك، تغسل عورتك بيدك. سجن الخالق يحبسك في نفسك، يحبسك يدك موجودة لله الخالق والأمر، لكن يحبسك انك تاكل بيدك، يحبسك في نفسك، يحبسك انك ما تقدر تغسل عورتك، يحبسك انك ما تقدر تقوم من مكانك. فقام احد المساجين قال لي يا شيخ ادعي لي، علي حكم 20 سنة. قلت له ما شاء الله تبارك الله، مبروك، هنيئا لك. قال لي يا اخي اتق الله. اقول لك علي حكم 20 سنة تقول لي مبروك؟ قلت له كم قضيت من 20؟ قال لي 4 سنوات. قلت له باقي لك 16 سنة وتخرج، عندك أمل وفرصة، تحفظ القرآن بنصف المدة تخرج، حسن سيرة وسلوك نصف المدة تروح، يجيك عفو ملكي الآن تخرج. أنا محكوم علي في نظري ونظر الأطباء عالميا مؤبد، قضيت منها 28 سنة معاق، لا آكل بيدي ولا أغسل عورتي بوجهي بيدي ولا حك وجهي بيدي. تدري أمر منه إيش هو؟ سجن المخلوق سهل، سجن الخالق في بدنك سهل. أمر منه أن يسجنك الله عن طاعته وعبادته، الأمر منه أن يمنعك من دخول بيته، الأمر منه أن يمنعك من الطواف حول البيت. إيش سوينا؟ إيش الكبر هذا اللي وصلنا له عشان الله يصرفنا؟ إيش الغرور اللي وصلت له أنا وأنت وأنتي؟ إيش الجبروت اللي وصلنا له عشان يغضب الرحمن؟